تحولت مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى وكر لعصابات النهب والقتل والإجرام والتوحش وقمع وإرهاب المدنيين عبر عصابات قتل وترويع وسلب ممنهجة. وجدت في هذه الميليشيات ما يشبع نهمها ويشجعها على العدوانية وفرض قانون الغاب والفيد. وتعتمد ميليشيا الحوثي الإرهابية على العنف كوسيلة لحكم المجتمع وقهره وإذلاله كي لا يثور ضدها أو يطالبها بأداء وظيفتها الاجتماعية كسلطة أمر واقع، لاعتقادها بأن العنف سيحمي سلطتها من أي انتفاضة شعبية، فهي توغل في قهر المجتمع عبر تجريف الشخصيات والقيادات المجتمعية والنخب العلمية، إذ أن كل من لا يعمل لصالحها مصيره الاختطاف والقتل والنفي. وتمثل سلطة الإكراه والعنف الحوثية نتيجة طبيعية لسلوكها العدواني العنيف والإرهابي كونه نابع من طبيعتها البدائية وغياب تأثير التفكير العقلي ونقص التربية، لأن التربية والتعليم تنتج نقلات نوعية اجتماعية وسياسية تدريجية تنقل صاحبها من سلوك الميليشيات البدائي والهمجي في السيطرة والحكم إلى مرحلة الدولة ومؤسساتها الدستورية. وتعددت وسائل الميليشيات الحوثية لقهر المجتمع، ومنها نهب الممتلكات العامة والخاصة، فكل شيء عرضة للنهب بما في ذلك المساعدات الغذائية، كما أنها تنهب أقوات البسطاء والفقراء من أفواههم تحت مسمى المساهمات المجتمعية والمجهود الحربي. ومن لا يجد طعاما لتنتزعه الميليشيا من فمه يكون البديل تسليم أحد أبنائه للقتال في صفوفها. وانتشرت المظالم في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية بشكل مفزع، حيث أن معظم تلك المظالم لا تصل إلى وسائل الإعلام ولا إلى المنظمات الحقوقية، لا سيما في القرى والأرياف، وتهديدها المستمر لذوي الضحايا باتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حال وصلت مظالمهم إلى وسائل الإعلام أو إلى المنظمات الحقوقية. وتحكم الميليشيات الحوثية المواطنين في مناطق سيطرتها بقبضة أمنية حديدية، فقد أوصلت الميليشيات الحوثية ما تسميها بالمربعات الأمنية إلى الأرياف بعد أن كانت حصرية بالمدن التي تسيطر عليها، والهدف من ذلك تشكيل تنظيم هرمي لعناصرها الإرهابيين الذين يتولون مهمة نهب ممتلكات المواطنين بمن فيهم المزارعون وأصحاب المواشي. وأصبحت حياة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية جحيما لا يطاق بسبب توحش الميليشيات واستبدادها وطغيانها، لدرجة أن المواطن البسيط لم يعد يطالب الميليشيات براتب أو مشاريع خدمية أو أي منفعة، بل صار حلمه الوحيد أن يسلم من شرها وعدوانها وهمجيتها. ونتيجة لما سبق صار كل مواطن في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية يترقب متى سيأتيه الدور، مما يزيد من مشاعر الكراهية والسخط ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية وترقب لحظة الخلاص منها، وحينها ستضيق الأرض بتلك الميليشيات الإرهابية وستتضح كذبة الحاضنة الشعبية التي تدعيها وتتوارى خلفها، فتظهر بأنها عبارة عن أكذوبة ووهم فائض فحسب.